قصة المستحقات ديت بتشوفها ازاي من وجهة نظرك؟ يعني ما يعني الجمهور بيقول لك انتوا اللعيبة ليكم مستحقات اه على دماغنا من فوق، بس مفيش حاجة اسمها انك يعني في الماتشات احس ان انت ما بتأديش دورك بشكل كامل. بص موت نفسك وموضوع المستحقات ده هتاخده. بص يا ابراهيم، وفي وجهات نظر كتير في الموضوع. هي مش قصة اللعيبة ممكن ما بتأديش دورها، هي ممكن بتقل تركيزها اللي من خلاله بينطبق على مستواه في الملعب. انا هديك مثال يا ابراهيم، يعني انا برضو خلي بالك انا اشتغلت، كل لعيب بيبقى عنده التزامات وعنده ودي ما فيش مشكله، وهي مستحقاتهم هياخدوها. بس انا هديك مثال، لو انا النهارده انت راجل صاحب شركه وانا شغال بقالي معاك بقالي 3 4 سنين، بتديني مستحقاتي، بتديني مكافئاتي، ناجح معاك في شغلك، وانت جيت النهارده تعثرت لمده شهر شهرين ثلاثه، الطبيعي انا هعمل معاك ايه؟ هل هسيبك وامشي ولا هكمل معاك عشان انت ساعدتني ووقفت معاك؟ ده طبيعي اللي انا هكمل معاك. ماشي. ده مفروض ينطبق على لعيبه نادي الزمالك. معلش يا ابراهيم، هم كلهم حبايبي واخواتي الصغيرين وكل حاجه، بس انا النهارده ابراهيم معلش، نادي الزمالك هو اللي بيصنع اللعيبه، هو اللي بيعمل اسماء اللعيبه، كلنا كل الناس نادي اتعرفت وقفت على رجليها عن طريق نادي الزمالك. فالطبيعي اللي انت في وقت من الاوقات لازم ترد الجميل لنادي الزمالك، اللي نادي الزمالك خيره على الناس كلها. فمش مشكله اللي ممكن بص يا ابراهيم، كل انديه العالم فيها مشاكل، ريال مدريد نفسهم عنده، هتلاقي فيه بعد موضوع كورونا ابراهيم كله مضروب، كله مضروب. فالطبيعي ان انت لازم تقف مع النادي شويه. ما هو النهارده معلش ابراهيم برضو، انت الارقام في الانديه كلها ارقام العقود كبيره جدا، ومع الكورونا طب الناس هتعمل ايه؟ تاخد بالك انتوا العقود عندكم عاليه برضو في كل الانديه يا ابراهيم. بس انت زي ما بقول لك في انديه، انت النهارده الزمالك، انا كان معايا الكابتن ابراهيم عبد الله عضو اللجنه التنفيذيه، وقال لي اعلى عقود، قال على مسؤوليته هو الشخصيه، اعلى عقود في مصر عقود لعيبه الزمالك والاهلي. الزمالك والاهلي وبيراميدز اكيد، بس بيراميدز حاله تانية. لكن انت النهارده الزمالك والاهلي، يعني بالذات الزمالك، العقود عاليه. فرجاء يا ابراهيم، يعني انا النهارده انا مش عايز ادي مثال، يعني انا خلي بالك انا امبارح كنت في النادي، كان بنتي عندها تمرين، دخلت الصاله المغطاه، كنت بتفرج على ماتش الباسكت مع سموحه، كان ماتش صعب جدا. اللعيبه دي ليها مستحقات، لعيبه السله ليها مستحقات، ولعيبه الهاندبول ليها مستحقات، ولعيبه الطايره ليها مستحقات، بس بيلعبوا وبتاع وكسبانين احترام الناس كلها. انا ما بقولش لعيبه الكوره تبقى مثلا اكس او ناس ازعل منهم، لكن اللي انت بتسمعه وبتشوفه لا في كذا في كذا. فانا بطلب من اللعيبه دي، لا كلهم لعيبه كبار وكلهم عندهم مسؤوليات وكل حاجه، بس شهر شهرين لا لازم تقف مع النادي شويه، اللي انت زي ما بقول لك الناس يعني فعلا الناس حزينه، الناس زعلانه، يعني زي ما بقول لك اللي انت معاك جيل قوي جدا، وفي نفس الوقت لازم تطلع بحاجه. الحاجه الثانيه نفسي هي حاجه يا ابراهيم تنتهي من الانديه دي إيه؟ برضو اللي حته اللي حاجه اسمها تعديل عقد. يعني ايه تعديل عقد؟ انا النهارده يا ابراهيم انا جبتك انت لعيب كوره، تعال يا ابراهيم امضي 3 سنين سي بمبلغ، ابراهيم بقى كويس وتمام و100 100 وبيجيب اجوان وكل حاجه، طب اصل احنا هنعدل عقد ابراهيم. انت هتعدل العقد ليه؟ طب ما انت ماضي 3 سنين. فحته تعديل العقود دي برضو مشكله يا ابراهيم. لا انا النهارده هجيب ابراهيم انت مستواك كويس شغال، ممكن اعمل لك بونص، حاجات تحفيزيه، لو جبت مثلا 10 اجوان هعمل لك بونص، هعمل لك. لكن كل شويه يقول لك ايه تعديل عقد ده عشان مساواه ده وتعديل، لا انا النهارده ابراهيم اما انا باجي اتفق معاك غيرك يعني انا باجي اتفق معاك، التاني اللعيبه لما بيتفق معاك بيتفق على المبلغ التاني، كل واحد حسب دماغه حسب. ايوه بس في لعيب مثلا يقول لك مثلا بياخد مليون و200 ومليون و300 الف، حلو، وهو لما كان متعاقد كانت دي قيمته في السوق، تمام، القيمه بتاعته بتعلى موسم بعد التاني لانه اشتغل كويس قوي على نفسه، بقى بيفيد الفريق قوي قوي وبقى لعيب اساسي في الفرقه. انا هديك مثال، فجاي من حته بعيده قوي لدرجه ان هو دلوقتي بقى عظيم جدا ولعيب كويس جدا. انا هديك مثال، خلينا اكمل لك المثال ده مهم قوي. فلما بقى لعيب مهم قوي هو بقى حاسس انه محتاج يتقدر اكتر من كده على الصعيد المادي، فهنا بتيجي فكره انه يتعدل عقده علشان يبقى فيه تقارب، وعلشان خاطر انت ما تخسرش اللعيب ده بعد كده. ما هو اللعيب ده اول ما عقده انت هتخسره ليه يا ابراهيم؟ عشان اول ما عقده ابراهيم مفيش حاجه في اوروبا، مفيش حاجه اسمها في اوروبا كده يا ابراهيم. وانت النهارده معلش هو محمد صلاح النهارده في ليفربول، احسن لعيب في ليفربول، ماضي عقد 3 سنين. هل انت سمعت مثلا بعد ما خدوا الشامبيونز ليج سمعت في الاخبار مثلا اللي يورجن كلوب طلب تعديل محمد صلاح اسوه بدل مفيش الكلام ده يا ابراهيم. الكلام ده مش موجود عندنا غير في مصر، حته تعديل العقود اللي هي لا بس في اوروبا بيعدلوا عقود. لا مفيش حاجه اسمها تعديل عقود يا ابراهيم، تعديل عقود اما تيجي بقى عقدك يخلص
بيعوضك. لكن حته اسال اي حد لاعب في اوروبا ماشي ماشي. فدي مش دي بتعمل مشكله ابراهيم ماشي. ليه هتبدا بتفتح على نفسك بالك إيه؟ مش شرط ان انا اكون بقول لك كده او بناقشك كده ان دي وجهه نظري، انا بس بمثل لك الجانب الاخر اللي ممكن يكون ده راي مشاهد قاعد قدامي، فانا لازم امثل لك كل الكلام اللي بيتقال. أنا مش شرط أنا تكون دي قناعاتي أنا عارف يعني. بس انت ابراهيم بتعمل ايه بقى؟ ما دي بتعمل مشاكل بعد كده. يعني دي بتعمل مشاكل النهارده. انا مثلا سيب باخد جنيه مثلا اتعدى العادي بقى 5 جنيه، اللعيب اللي بياخد 3 جنيه يقول لك مش معنى ده خد ده. نقعد نعلي على بعض، نقعد نعدل. فدي حاجه فعلا جامده يعني، حاجه خطيره جدا. فزي ما قلت لك اتمنى ان الفتره الجايه باذن الله حته تبقى فيه هدوء شويه، واللعيبه تركز شويه، واللي زي ما بقول لك يبقى فيه مسانده باذن الله من جمهور نادي الزمالك. ومش عايزين برضه ابراهيم ايه ترمي الفوطه من بدري، لا لسه الموسم طويل. وان شاء الله باذن الله يمكن مهمه الكلمه بتاعتك ما ترميش الفوطه ما ترميش الفوطه من بدري، لانه الناس الانطباعات اللي هم موصلينها لبعض في كلامهم بتاع انه الموضوع خلص، الموضوع ما خلصش. الزمالك لسه عنده نفس الفرقه القويه، وعنده مدير الفني اللي احنا ممكن نختلف على شويه حاجات ليها علاقه بهو جه ازاي وما كانش ينفع يجي، الحاجات اللي شبه كده. لكنه في النهايه انت بتتكلم على مدير فني، مش هقدر اغير قناعاتي، مدير فني قوي يعني. لا هو لا فنان كارتيرون قوي ابراهيم. بص احنا مع اي واحد زملكاوي مع نادي الزمالك، لو جبت اي حد يمسك مدير فني، انت كده كده انت بتشجع كيان صح، او منتمي لكيان صحيح، فماليش دعوه. انت ممكن يبقى موضوع كالترون ده فيه حساسيه وفي ناس زعلت وكل حاجه، لكن في الاول والاخر هو مدرب الزمالك، هو مدرب الزمالك. فلازم الناس كلها تبقى في ظهر نادي الزمالك. ويا ريت برضه ابراهيم حته التصريحات تخف شويه، يبقى فيه هدوء شويه. خلي بالك يا ابراهيم، عايز تنجح صدقني لازم يبقى فيه هدوء واستقرار في كل حاجه صحيح.